بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد النعمة ميارة السيد رئيس مجلس المستشارين السيد رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط السيدات والسادة رؤساء البرلمانات الأعضاء ورؤساء الوفود السيدات والسادة ممثلو المنظمات الدولية أصحاب السعادة رؤساء وممثل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المغربية حضرات السيدات والسادة يطيب لي أن أشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي نسعد في برلمان المملكة المغربية باحتضانها ونسعد خاصة باستقبالكم ضيوفا مرحبا بكم وزملاء وإخوة متحمسين لمواصلة الاشتغال معكم حضوريا بعدما فرضته جائحة كوفيد 19 على العالم من تباعد وقيود على السفر حيث يحتضننا نفس الفضاء على أرض المملكة المغربية الدولة الضاربة جذورها في حوض البحر الأبيض المتوسط والبلد الذي كان له على مدى قرون الحضور القوي والمؤثر في بناء حضارات حوض المتوسط، وفي الأحداث الفاصلة التي طبعت الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة المتوسطية. وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي مطبوع بالنزعات والأزمات المتناسلة في جنوب وشرق حوض المتوسط، وفي بلدان تقع في جوار بلدان هذا الحوض، مع كل المآسي المترتبة عليها وعلى شعوب المنطقه ومع كل تداعياتها على مجموع المنطقه الاورومتوسطيه وتزداد هذه الاوضاع تفاقما في سياق دولي مطبوع بالتوترات الجيوسياسيه واساسا بسبب تداعيات الحرب في شرق اوروبا وعلى العموم فان الاوضاع الراهنه في العالم وفي المنطقه الاورومتوسطيه تحديدا ليست أحسن إن لم تكن أسوأ من تلك التي انطلق على خلفيتها مؤتمر الأمن والتعاون في حوض المتوسط في بداية التسعينيات وبالتحديد في مؤتمر مالقا في سنة 1992 وهو المسلسل الذي توج في سنة 2006 بتأسيس الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط وهي نفس الظروف التي في سياقها جرت مفاوضات أسلو حول القضية الفلسطينية والآمال التي أطلقتها في بناء السلام والتعايش في الشرق الأوسط. وهي ذات الظروف أيضا التي تم إطلاق مسلسل برشلونة سنة 95 من أجل تجاوزها. فقد انطلقت مجموع هذه الآليات بأهداف مشتركة تتمثل في إقرار السلم العادل الدائم ومحاربة الإرهاب. واجتثاث جذوره وأسبابه، وإقامة منطقة للرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك، واحترام وصيانة حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، والتدبير الإنساني للهجرة والتصدي لأسباب الهجرة غير النظامية، وتحويل التكنولوجيا والاستثمارات من الشمال إلى جنوب شرق المتوسط. وبنظرة سريعة لأوضاع منطقتنا اليوم، نرى ان النزاعات في شرق وجنوب حوض المتوسط وفي محيطها انتقلت من نزاع واحد الى عده نزاعات مسلحه داخليه وعابره للحدود خاصه بسبب التدخلات الخارجيه في شؤون الغير وبسبب النزاعات الطائفيه المقيته والاستقطابات الاقليميه ومن جهه اخرى تزداد الفوارق بين شمال الحوض المتوسط من جهة وشرقه وجنوبه من جهة أخرى، من حيث المداخيل والولوج إلى الثروات وإلى الخدمات والتعليم، فيما تفاقم النزاعات والاختلالات المناخية والفقر ظواهر الهجرة والنزوح واللجوء. وقد عمّقت تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في شرق أوروبا، من هذه الفوارق جراء الارتفاع المهول لأسعار الطاقة والمواد الأولية والمنتوجات الغذائية. وعلى خلفية كل هذا، تزدهر خطابات التعصب والانغلاق ورفض الآخر في عدد من البلدان مستغلة تدفقات الهجرة وأعمال الإرهاب والعنف المنبوذة والمعزولة والمدانة من كل الديانات السماوية، والقوانين المدنية وتقاليد العيش المشترك. ليس التذكير بهذه الأوضاع وبالصورة القاتمة للحالة في منطقتنا دعوة للتشاؤم أو اليأس، ولكن للتذكير بمسؤوليات-بمسؤولياتنا إزاء استمرار الأوضاع ذاتها التي تأسست منظمتنا البرلمانية ونظيراتها في المنطقة من أجل الإسهام.. في تجاوزها من خلال الحوار والتعاون والتضامن، وأساسا من خلال الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. وفي المقابل، سيكون جاحدا من ينكر التقدم الكبير والتحولات التي حققتها العديد من البلدان الأعضاء في جمعيتنا البرلمانية في مجال البناء المؤسساتي ودمقرطة الحياة العامة، واعتماد الدساتير وصيانة حقوق الإنسان في مجال الأد... وفي مجال الأداء الاقتصادي، ومكافحة أسباب الاختلالات المناخية، على الرغم من الأزمات المحيطة بها أو التي هي طرف فيها. ولكن دعونا نتساءل، ما دمنا في محفل برلماني حر متعدد جغرافيا وسياسيا وثقافيا، هل تحققت رهاناتنا المشتركة من التعاون شمال جنوب في منطقة المتوسط في الرخاء والازدهار المشترك وفي مجال تحويل الاستثمارات ورؤوس الأموال وفق منطق رابح رابح بما يخرجنا من المنطق التقليدي للمساعدات من أجل التنمية وييسر تحويل التكنولوجيا إلى آخره؟ ألم تكن جائحة كوفيد-19 مثلاً أزمة تحن فيها التضامن وأبانت عن ازدهار الأنانيات الوطنية التي تعززت مع الحرب في شرق أوروبا وتداعياتها الطاقية والغدائية وفي قضية السلام والأمن الذي يظل رهاننا الجماعي المشترك، دعونا نقر بأن إسهام المجموعة الأورومتوسطية في تسوية النزاعات لا يزال دون حجمها الحضاري وتاريخها وثقافتها ودون رهان الامن الجماعي فالسلام في الشرق الاوسط يبدو اليوم ابعد مما كان عليه في مطلع التسعينيات ولكن علينا ان ندرك بانه بالقدر الذي لم يعد فيه الشرق الاوسط قادرا على تحمل اي نزاع اخر أو استمرار النزاعات المزمنة التي عمرت في المنطقة، بقدر ما إن شعوبه متعطشة للسلام، وبقدر ما هو يتسع لدولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان بسلام. لقد تعبت شعوب الشرق الأوسط من الحروب، وآن لها أن تتعايش في سلام، والسلام العادل والمستدام الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المنطقة ويكبح جماح التطرف والتعصب والعنف. وفي قضية الهجرة، من المخجل للمجموعة الدولية أن تطبع مع صور أمواج البحر الأبيض المتوسط، وهي تبتلع سنوياً آلاف الجثث، خاصة لشباب يخاطرون بأرواحهم بحثاً عن الرزق أو الأمن. لأن أبواب الهجرة النظامية إلى الشمال مغلقة أمامهم، وعوض أن يكون المتوسط بحر أمل وتواصل ومبادلات، أصبح البحيرة المقرونة أكثر من غيرها من المعابر البحرية بالمآسي الإنسانية. وإذا كانت حقوق الإنسان وشعارات الإدماج ممتحنة هي الأخرى في مسألة الهجرة، فإنه علينا نحن السياسيين الديمقراطيين أن نصحح عددا من التمثلات عن الهجرة، خاصة الإفريقية، وهو ما كان قد دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنوات حين أوضح أن الهجرة الإفريقية تتم أساسا داخل البلدان الإفريقية، إذ من خمسة أفارقة مهاجرين أربعة منهم يبقون في إفريقيا، وإذ إن الهجرة الهجرة غير الشرعية لا تمثل سوى 20% من الحجم الإجمالي للهجرة، وإذ إن 85% من عائدات المهاجرين تصرف داخل بلدان الاستقبال، يوضح جلالة الملك بصفته رائداً للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة. حضرات السيدات والساده، إن من يخاطر بالهجرة، إنما يقوم بذلك مدفوعاً إما بالحاجة، أو البحث عن الأمن أو اضطره الجفاف وأوضاع عدم الاستقرار إلى مغادرة وطنه. لذلك فإننا مطالبون بالكف عن توظيف الهجرة في المزايدات السياسية والانتخابية في أوروبا. وعلينا البحث عن حلول جماعية لضمان كرامة المهاجرين الذين يساهمون بعد أن ساهم أجدادهم في بناء اقتصاد اوروبا ما بعد الحرب وخلال المرحله الاستعماريه حضرات السيدات والساده من اهداف جمعيتنا البرلمانيه الاسهام في تعزيز الشراكه بين بلداننا وفي منطقه حوض المتوسط والعالم وفي بناء فضاء اقتصادي دامج يزدهر في اطار الاستقرار والسلم والديمقراطيه وينعم الجميع بثماره وتسود فيه قيم التسامح والتعايش، وأساساً الاحترام المتبادل. ولكن اسمحوا لي أن أعيد التذكير بأن ممارسات بعض القوى السياسية في أوروبا، تسير على النقيض من هذا الأفق. إنها تشوش بل تعرقل قيام شراكات متوازنة عادلة من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها. وللأسف فإن كل ذلك يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدة تحت الطلب ولأهداف مبيتة. وإذ أجدد إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات، كما تجسدت في توصية البرلمان الأوروبي أود أؤكد أن الشراكات لا تستقيم مع إعطاء الدروس ومع النزعات الأبوية والاستعلاء والوصاية علما بأن وضعنا المتقدم في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي وشراكاتنا الاستراتيجية معها مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة ونحن نفخر بذلك ونتشبث به. إنكم الزميلات والزملاء، السيدات والسادة، شهود على المساهمات المتميزة للمملكة المغربية في الشراكة الأورومتوسطية، وفي بناء آلياتها البرلمانية، فقد كان لبرلماننا مساهمة متميزة في مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط منذ مطلع التسعينيات، وفي تحويله إلى جمعية برلمانية، التي هي الإطار الذي يجمعنا اليوم. إذ ترأسنا دورتها التأسيسية، ورئاستها في شخص الرئيس الفخري للمنظمة الذي تكرمونه اليوم، واحتضنا لاحقاً العديد من اجتماعاتها. وبالموازاة مع ذلك، ساهمنا مساهمة تأسيسية في إحداث المنتدى البرلماني الأورو متوسطي سنة 98 الذي تحول إلى جمعية برلمانية في أتينا في 2004 والتي أصبحت بدورها تحمل اسم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ولعل أرشيف البرلمان الأوروبي السمعي البصري والمكتوب يحتفظ بالإسهام الحاسم للبرلمان المغربي في الرئاسة المشتركة للمنتدى البرلماني الأورو متوسط منذ تأسيسه، وعلى منذ، وعلى مدى سنوات إلى حين تحويله إلى جمعية برلمانية، وما الذي تطلبه ذلك في السياق الذي تعرفونه جميعًا. إنكم شهود أيضًا على أن المملكة المغربية، الدولة العريقة التي تسعد باستقبالكم، بلد يتحمل مسؤولياته الدوليه والاقليميه في مجموع القضايا الدوليه الاساسيه في مكافحه الارهاب والعمل من اجل السلم والتدبير الانساني والتضامن للهجره والتصدي لاسباب الاختلالات المناخيه والتضامن من اجل التنميه وتقاسم الخبرات وخاصه مع اشقائنا في القاره الافريقيه ان بلدان جنوب وشرق المتوسط ومنها المملكة المغربية تتوفر على المؤسسات الدستورية وعلى كل الآليات وعلى الأحزاب والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، وينبغي احترام مؤسساتها واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى الجميع أن يدرك أن الديمقراطية ليست وصفاتٍ خارجية إنها تراكمات وبناء ومؤسسات علما بأن لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء ألا وهو الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم من جهة أخرى فإن قوة الحوض المتوسط ليست في التشضي والازدراء بالشركاء ولكن بمدى التحلي بعقلانيه العظماء مثل ارسطو وابن رشد وديكارت وبمدى السعي الصادق الى استعاده روح فاس واتينا وغرناطه وروما والاسكندريه بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافيه والماديه اجدد الترحيب بكم واشكركم على اصغائكم